رقم 8. رفض ما يحدث. لم يكن من المخطط أن يحدث هذا. أعتقد أنك تعرف هذه الجملة جيدا. حسنا، هذا لم يكن مخطط. وماذا بعد؟ هذا حدث حسب، ولن يعود الزمن كي لا يحدث هذا الأمر. لذا بدل الفزع عليك، فقط الهدوء وقبول ما يحدث وتخطيه. رقم 9. عد الأخطاء والنواقص في العلاقات. كثيرا ما نقول لأنفسنا أن ما يحدث في العلاقات خطأ الشخص الآخر، نتيجة لذلك يسكننا الشعور بالظلم والإحباط وندمر حياتنا. لا يقصد بالعلاقات أن تكون عادلة في جميع الأوقات. الحياة نفسها ليست عادلة. عليك فقط أن تنظر إلى كل هذه التفاوتات من حولنا من خلال حساب الأخطاء والنواقص التي توجد في العلاقة. نجد أن الشخص الآخر مدين لنا بشيء ما، وإننا لا ندين للآخرين بأي شيء، وهذا خاطئ وغير متوازن. لذلك دعونا نتنفس، دعونا نتعلم أن نتعرف على الآخرين ونحبهم ونتفاعل معهم، ونقبل بانتهاء العلاقات حين ينتهي وقتها دون لوم ودون حساب الأخطاء والنواقص، لأن نقاط العد يمكن أن تمنعنا أيضا من الحصول عليها. وفي بعض الأحيان يعطينا شخص ما هدية تتجاوز قيمتها فهمنا، ونفضل أن نرفض خوفا من إعادة النقاط. رقم 10. العمل أكثر من اللازم. قد تكون هذه أهم العادات السيئة، لأنها أصبحت جزءا من الحياة اليومية. لقد أصبحت قيمة يعيش عليها الكثيرون. العمل هو الحياة، لكن لا نحن مخطئون، فليس العمل هو الذي سيكون بجانبنا عندما نمرض. العمل مهم وقيم للغاية، ولا شك في ذلك، ولكن لا ينبغي أن يكون المجال الوحيد في حياتنا الذي نستثمر فيه بالكامل. لنجعل مساحة صغيرة كل يوم للأشخاص الذين نحبهم، ونفسح المجال لأنفسنا أيضا للتقييم ولإعادة تركيز أنفسنا. العمل أكثر من اللازم هو عادة سيئة ومدمرة، يمكن أن تدمر حياتنا. لذلك يجب أن تتعلم كيف تنعم بحياة متوازنة ومنظمة.